أجريت اختبار القيادة قبل سنوات وبدأت بسيارة مازدا 2. منذ ذلك الحين تغيرت لدي أشياء كثيرة، ولكن لم يتغير الكثير في سيارتي. وشركة مازدا استفادت من الوقت لتحسين موديلها الصغير، لكن ما حجم التغييرات في الطراز الجديد؟ منذ عام 2012 أجرت مازدا تغييراً كبيراً على التصميم، واعتمدت ما يسمى بتصميم كودو لإعطاء السيارة طابعاً خاصاً. جميع الموديلات تمت موائمتها مع هذا التصميم، ومن الملفت للانتباه هو إزاحة مقصورة السائق إلى الخلف قليلاً، ما جعل غطاء المحرك أطول. لكن تصميم كودو من مازدا لا يقتصر على تغييرات خارجية فقط. طرأت تغييرات على داخل السيارة أيضاً، فهي تبدو الآن أصغر لكنها ليست ضيقة. وحدة التحكم في الوسط أصبحت أطول، وقطع الكروم فيها تمنح داخل السيارة مظهراً شبابياً أكثر. فيما يخص داخل السيارة، واكبت مازدا العصر ولكن بدون تغييرات كبيرة. الفوارق هنا تكمن في التفاصيل الصغيرة. في الموديل الرياضي تلفت النظر الدرزات الحمراء، وإلى جانب نظام الملاحة هناك إمكانية لربط السيارة بالإنترنت في سيارات فئة التجهيزات الفاخرة. وبعكس الموديل السابق، أصبحت مازدا 2 أكبر حجماً في كل الاتجاهات. في الواجهة المنخفضة توجد مصابيح LED. محور السيارة الأمامي أزيح 8 سنتيمترات إلى الأمام، وأرجع العمود الأول إلى الخلف قليلاً. المقاعد الخلفية رحبة بفضل توسيع قاعدة السيارة. سنقوم باختبار مازدا 2 مع أقوى محركات البنزين بسعة 1.5 لترات وقوة 116 حصاناً. خلال أقل من 9 ثواني تتسارع السيارة إلى 100 كيلومتر في الساعة. سعر النموذج الرياضي قيد الاختبار يبلغ نحو 19 ألف يورو في ألمانيا. شعرت بالراحة في موديل مازدا 2 الجديد، كما شعرت في سيارتي الخاصة، لكن يجب علي القول أني لم ألحظ تغييراً كبيراً في التسارع رغم المحرك الأقوى والأكثر كفاءة، وهو ما أصابني ببعض الإحباط. لكن عندما يقود السائق السيارة بسرعة كبيرة، سيشعر حينها بكفاءة المحرك الجديد. بين الموديل الذي تمتلكه السيدة ميشيل وموديل مازدا 2 الجديد الذي اختبرته لنا، هناك فرق في قوة المحرك يبلغ 23 حصاناً. المحرك الجديد مصمم ليكون اقتصادياً بشكل رئيسي. أدخلت مازدا تحسينات كثيرة على موديلها الجديد دون أن تقلل من جاذبيته. عندما أجلس خلف المقود أشعر وكأني أجلس في سيارة الخاصة من مازدا، لكن يجب علي القول إن الموديل الحديث أكثر جمالاً وجاذبية.